أهم مقومات الخطاب الدعوي المؤثر زي ما تفضل الشيخ عز الدين الحديث عن الصدق، ومن دلائل الصدق أحياناً أنه الإنسان يعني يقدم نفسه أحياناً فداءً لما يؤمن به. يعني من القصص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقصها لنا قصة أصحاب الأخدود، والكلام فيها عن الغلام كيف أنه تدرج مع الملك إلى أن أوصله أنه خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام. يعني القصة طويلة، ما بوش نحن الآن نتحدث في تفاصيلها، لكن كيف أنه رضي هذا الغلام أن يؤخذ سهم من كنانة الملك وأن يضرب هذا الغلام فتأتيه الضربة في مقتل من أجل أن يوصل رسالة إلى الناس أن يؤمنوا برب الغلام. لذلك مجرد أنه أصابه هذا السهم، وكما جاء في الرواية أنه أصابه في صدغه فقتل رحمه الله، قال الناس آمنا برب الغلام. وهنا يعني تقاطر الناس أو توافد الناس كلهم على الإيمان برب الغلام. ثم كان بعد ذلك ما أحدثه الملك مثلا من حفر الأخدود وحرق الناس. لكن شوف أنه من المعالم أنه لصدقه في دعوته ولإيمانه بها قدم نفسه لأجل أنه الناس تؤمن بهذه الدعوة. أيضا من المقومات في الخطاب الدعوي المؤثر أنه الداعية لابد أن يطرق الأبواب. يعني تلاحظوا أنتم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يغشى أندية قريش ويقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي، مع أنه وهو يغشى هذه الأندية كان أبو لهب في جواره ويقول هذا ابن أخي وهذا كذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر في هذا الأمر، أنه كان يريد أن يصل بدعوته إلى الناس، حتى لو كذبته قبيلة وأخرى وثانية وثالثة، لكن سيجد من الـ الآذان من سيسمع له. لذلك يعني طال بحثه إلى أن جمعه الله عز وجل بعد ذلك بأهل المدينة بالأنصار، وأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك واقعا جديدا في المدينة. لكن هذا الأمر أخذ منه سنوات، وهو يدخل يعني أندية الناس في الحج أو مجامع الناس في الحج من أجل أن يبلغهم دعوة الله. لم ييأس من أول يوم ولا من أول شهر. من الخطاب الدعوي المؤثر أن الإنسان يديم طرق أبواب الدعوة، ويحاول أنه يدخل على الناس في مجامعهم وفي مجالسهم وفي أماكنهم، وإن وجد منهم الصد وإن وجد منهم الرفض وإن لم يجد يعني منهم الاستجابة.